قلت ابي اضحك عليك. انا موجود والله يا كريه، كلكم تعرف عليكم تو. خلاص ما في مكان. كل عبد الله هنا، قلت ما قلت تحت. انا مسوي محترم صراحه، اشوف جاي دكتور. عليكم السلام ورحمة الله دكتور أحمد. أنا مع الأولاد أوكي سنعونا شوية. ماشي تعال لي بقى بعد نص ساعة كده عشان نروح سنة ثالثة، عشان عندي محاضرة سنة ثالثة كده عشان بتاعت الأوبيويد. أنا على 11 كده. ماشي السلام عليكم. السلام عليكم يا شباب. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سألتوا زملائكم في الامتحان من عاملين؟ والله ما ادري، اعطوني فيدباك قالوا انه يعني في ست ستيشنات، الانترا فينوس، الانترا ماسكل ولا فينوس؟ هم الاثنين مع بعض. لا لا، في واحد كلهم حتى كانوا موجودين. كلهم يقولوا انه سهل، الدكاتره متساهلين بالموضوع على اعتبار سنه اولى يعني. لكن ما ادري، استشفيت من بعض كلام الشباب انه في اسئله نظريه. في اسئله بس بالتشيك ليست. الأسئلة بيسموها يا ولد تكنيكال ابروتش. تكنيكال يعني ازاي بتعمل كذا وليه بتعمل كذا، هذا معنى. طيب وهل هذا محسوب؟ ايش الشريان ده اسمه ايه؟ حاجات دي كلها حاجات عادية. وهل هالكلام هذا محسوب بالريفاليويشن؟ حاجة بس. طيب دكتور، ما بالبرفورمانس أهم حاجة. أفضل قياس للإنفانتس. في الإيه؟ في الإنفانتس. في الـ بلس ولا بلس؟ حرارة. بلس. أفضل قياس للإنفانتس. أفضل قياس بلس في الانفلاس. أفضل قياس بلس؟ المور أكيوريت يعني. ما شوف يعني قلت أسألني سؤال. لا هو بتلاقي في مرض في الحرارة. حرارة. لا الانفلاس أي واحد. الحرارة هي بتقيسها في أر طبعا اللي معروفة أنها أكيوريت أو أسهل بالنسبة لك. استعمل ما يمشي. حتى لو ابني كده جهاز ضغطه ما هو جهاز ضغط؟ ما هو جهاز ضغطه. حد يجي له يجي. جهاز ضغطه سماعة. طيب يا شباب بسم الله الرحمن الرحيم. انا مالك بس اقرا كنت عارفين المحطات اللي هتيجي هم كام محطه؟ سته. ست. يعني في واحده فيها حاجتين، اما انت رمت يبقى في الضغط، في النفط، وبعدين في التمبريتشر، دول سهلين خالص. وبعدين في بعد كده الايه؟ انترفينس وانترماسكا والمانوفرز، وبعدين بتاعت البريجنسي، وبعدين البريجنسي وبداتك سهلين ان شاء الله. دكتور احمد هيعمل لكم اوفر فيو عليهم. انا اعمل لكم على الحاجات اللي هي هنقول لكم بس على التكات او الحاجات اللي هي بتعدي منكم، يعني الحاجات انتوا بتبصوا بالكم منها. زي مثلا في قياس الضغط. قياس الضغط طبعا احنا بنقيسه بطريقتين، طريقه البالباتوري وطريقه الايه؟ الاوسكالتاتر، مش كده ولا ايه؟ بالباتوري يعني في بالبيشن ديت بتقول لي قد ايه السيستول تقريبا، يعني تقريبا كام؟ الفكره بتاعتها نقولها نظريه، حتى ما نجيب الجهاز نظريا، ان انا بحط الكف البلادر دايما في الكف ديت في جواها حاجه ربر، هي يعني فوق قماش وجواها حاجه ربر. الربر ديت لازم تبقى قدام. الخطا اللي بيعمله بعض زملائك انه مثلا يحطها اي حاجه، يحطها من ورا كده، لو حطها من ورا ما تديش كره مظبوطه ابدا. لانه الربر ديت هي اللي هتتنفخ بالهواء، عارفين اللي فيها الخرطومين دي، هي اللي بتتنفخ بالهواء وبتضغط الشريان. انهي شريان اللي هو اسمه هنا اسمه ايه؟ بريك الارت. بريك الارت اللي هو هنا احنا بنحسه. طيب فانا الفكره بتاعتي انا بحط البلادر هنا كده بتغطي حوالي 80% من الارن سيركمفرنس، وبضغط هواء خالص وانا ايديا على النبض، ايديا على الارت. الارت ده اسمه ايه؟ الارت ده اسمه بضغط بالراحه سلولي كده، سلولي 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 حتى يختفى النبض. مش يعني ما تبقاش اكيوريت قوي، يعني مثلا اختفى عن 110 115 100 ما فيش مشكله. انا بقول والله الافرج بتاع الراجل ده تقريبا 120 او 100 زي اللي هو المفروض. وانا الطريقه ديت مهمه عشان افويد حاجه اسمها ايه؟ الاوسكالتاتوري جاب، مش كده؟ في حاجه اسمها ايه؟ الاوسكالتاتوري جاب. ايه الاوسكالتاتوري جاب؟ بعض المرضى الضغط ممكن لو انا عملت الاوسكالتيشن على طول، عشان كده سموها اوسكالتاتوري.
بس قلت لك انا على طول الضغط بتاعها مثلا 220 على 120 الضغط عالي زي ولا بس المفروض انا اسمع يبقى الشيء الطبيعي اسمع عند 220 ويختفي عند 120 صح ولا مش صح؟ ده المفروض ان انا اسمع ده. ولكن في احيانا بعض هؤلاء المرضى ما بين ال 220 وال 120 في حته صايله في بعض المرضى فانا لو عملت نفسي فهلاوي ورحت ايه عامل الاسكلتيشن هتحط السماعه مثلا انا ما اديتش الرقم طب انت هترفع فوق كام؟ صح انت بتعمل على طول مثلا 150 كله لو انت رفعت في ال 150 اللي هي ما بين 220 و 120 الحته فيها الاسكلتاتوري ده الدكتور هي السايلنت جاب؟ هي السايلنت واضح يا شباب؟ يبقى انا رفعت الايه؟ انا خلي بالكم معايا الخطا اللي بيحصل يبقى انا هروح حاطط البلادر ورافع رفع كام؟ واحد رفع 150 160 انا بقول تقريبا ما انا ما اعرفش السيستول بتاعه كام فانا فعلا جيت انا في السايلنت جاب مفيش صوت رحت منزل بدا الصوت يتسمع مثلا عند 100 عند 140 خلاص مفهوم معايا يا اولاد واختفى عند كام عند 120 فانا بقول قراءه غريبه جدا بقول له الضغط بتاع الراجل ده 140 على 120 يا دكتور متاكد اي والله متاكد وسامع بودان كلامه صح بس مش خطا المدخل بتاعه خطا ما اتبعش الاسلوب العلمي فهمت يا اولاد الكلام ازاي ها واضحه السايلنت جاب فالسايلنت جاب عشان كده روتين لان احنا نعمل ايه جبت جهاز الضغط يا ابني لا ما رحت فالروتين اللي احنا نعمل ايه نعمل اللي هو البلباتر البلباتر بقى بتقول طب انت لو عملت البلباتر كنت اتجنبت الحكايه دي ازاي ما انا احط دي على النبض وهرفع هيختفي عند كام 220 يوم انا ما ارفع له بقى هرفع له هناك 250 مش هتعدى عليا هيبقى الصوره مختلفه خالص عند 220 هيظهر الصوت وبعدين اجي عند الاسكلتاتور جاب مثلا او السايلنت جاب عند 100 مثلا 170 يختفي وبعدين يظهر عند 140 تاني وبعدين اختفى عند 120 بس انا فهمت اللعبه اول صوت يظهر اخر صوت يختفي هو ده الضغط المظبوط بتاع المريض وعرفته ازاي؟ عرفته من البلباتري خلاص بس خلوا الاسئله الاخر عشان بس النهارده انا معاكم ربع ساعه بس طيب هذا مثلا زميلكم هو قاعد يا اولاد ولا يجي لي هنا عشان بس نوريكم الايه؟ بعض الاخطاء اللي بتحصل في قياس حد يجي لنا هنا كده؟ تقعد قدام زمالك كده هنا؟ تعال تعال نجي نشوف دكتور بعدين مش مشكلة لو تصير هنا نعم تصير هنا طيب طبعا الحاجات اللي هي موجودة في التشيك ليست اللي انت اشور البيشنت وانت تدرس يور في اي مهارة بتقدم نفسك وتطمن المريض بتعرف اللي انت هتعمله ايه اللي انت هتعمله من حق المريض يعرف ايه اللي انت هتعمله له وان الحاجة اللي انت هتعمله مش مؤذية لازم تعرفوا الحاجات اتفضل استريح طبعا المريض ما يكونش شارب شاي ما يكونش في تدخين قبلها بنص ساعه لان الحاجات دي بتعمل باز وكونستريكشن ما يكونش جاي من اكسرسايز عشان كده لو انت في عيادتك بتقول للمريض لو سمحت استريح خمس دقائق او 10 دقائق حتى النيرس بتقول له الحديد ما هي ليه دي مقصوده لانه هو جاي اكسرسايز ابقى ضغطه عالي شويه نتجنب عشان ايه ما يكونش فيه حاجه مش حقيقيه طيب انا عندي يا اولاد في جهاز في قياس الضغط ثلاث حاجات نمره واحد المريض نمرة اثنين الجهاز، نمرة ثلاثة الدكتور، ثلاث حاجات، بظبط كل حاجة الأول قبل ما أقيس. أنا قدمت نفسي وعرفت أنا أعمل له إيه، ببص عليه ببص على الحاجات الآتية، نمرة واحد. المريض دراعه لابد يكون الهدوم إيه يا ولاد؟ لوس، صح؟ ما يصحش يكون واحد لابس حاجة ستريتش كده مثلا حاجة ضيقة تغير النتيجة. دي مهمة. نمرة اثنين بختار الكف المناسب للمريض المناسب. لو واحد أوبيس أجيب له الحاجة العريضة بتاعت الرجل. وبيس خالص بعد الله. لو واحد صغير خالص رفيع او طفل صغير بجيب له بتاعت الاطفال عشان ندي القراءة ايه اغلب الناس الادلت هو اللي هو ده هو المتوسط اللي هو عرضه 40 الكف اللي جوه حوالي كام من 12 الى 15 سم العرض بتاع الكف اغلب الناس بيستفيد رحتوا معايا كده خرطومين ده هم طالعين من حاجه جوه ايه حاجه بلاستيك جوه هي البلادر بنقول عليها دي البلادر اللي هي فيها الهواء دي هي لازم تبقى فين يا اولاد قدام طب ايه العلامه السلكين ده هم طب ده هم لازم يبقوا ايه ميديم تقريبا الشريان مرر ما بينهم لو مشيت كده هتلاقي نفسك صح طبعا عشان انا ما لخبطش نفسي والخيوط كده متبهدله طب ما افكها ايه المشكله ما هي معموله عشان كده اهو باخد راحتي خالص وبعدين باجي ارفع دراعك شويه ابلاي زي ما احنا اتفقنا بقى هذا البلادر اهي يبقى قدام حاجه كده شويه كمان يمين ما فيش مشكله ليه هذا خطينا هم هذا الشريان ده احسن وضع ايه الخطا اللي بيحصل انا اعملها كده مثلا لا غلط ما ينفعش انت عملت العكس
انت وديت البلادر ده هي في الهواء يا متورى. طب ورا ما فيش شريان. احنا الفكره ان احنا بنرفع الهواء جامد عشان يقفل الشريان وبعدين افتحه سنه بسنه واللي هو الدم نازل هيعمل له صوت. مش هي دي الفكره بعد هذا الطريق؟ طيب ازاي انت هيعملها ورا ازاي؟ مش هتبقى مظبوط. خلاص يا ولاد دي اول خطا بنعمله. يبقى انا هجيبها من الاول كده اهو، بسيب لي حوالي 3 4 سم لكوبة الفست كده، بسيب ده كده قد الايد كده عشان احط فيهم السماعه براحتي. بعضكم بنزل كده، لا مش صح، حتى لو القراءه صح بس كده غلط. لازم ارفع ايه، اسيب لي حته عشان احط فيها السماعه وانا مستريح. طيب اهوت عملت كده، لما اجي اعمل بقى اسد لازم يبقى ماشي ولا تو تايت ولا تو لوس. يعني ايه يا اولاد؟ فير، مش جامد خالص مزروع على الاخر خطا تديك قراءه خطا، ولا مريحها خالص تديك قراءه برضه خطا. لازم تبقى ايه، شوف بقى معقوله. خلاص يا اولاد عرفنا الطريقه. طيب انا وصلت كده اهو، بعدين اهو سلكينه رايح نفسي، سيب دراع ريح المريض دراع، ووصل توصيلات عادي. وبعدين ببص على الجهاز، الجهاز له اللي هو المحبس الفالف ده، مع حركه كده اهو كده مفتوح. طبعا عايز اقفله بجيبه يمين كده اهو وبقفل دي، صح ولا مش صح؟ لازم نعم، عشان الزئبق يخش في المخزن بتاعه. ايوه في مخزن، بحركه يمين كده. وبالمناسبه مهمه جدا ان يكون الجهاز يا ولاد عمودي، ولا يكون مايل كده ولا يكون مايل كده ولا كده ولا كده، خاصه الميل كده ياثر على القراءه لابد. وبعدين يكون على مستوى الذراع وعلى مستوى المريض بتاع القراءه. لو المريض نايم برضه على نفس المستوى كده، يعني مثلا ما يصحش انه يكون فوق قوي كده هيغير النتيجه، ما يصحش انه يكون تحت على الارض وانت بتقيس. المبادئ بسيطه، قياس الضغط اي حد يقيسه، بس مش كل القراءات صح. تفرق من الدكاتره يقول لك ده ضغطه وكذا، مين اللي اسلك فلان الراجل ده مظبوط وعمل ايه؟ اتبع الارشادات الصح، ما فيش اكتر من كده. خلاص يا ولاد؟ يبقى انا بحط الجهاز كده اهو ثابت. بعض الاجهزه في المستشفيات لها مثبتها في الحائط عشان افويد الايه؟ المشاكل دي. طيب وصلنا، مسكت البامب دهيت، جربت نفسي على السمام ده، احيانا ببقى معصلج شويه، جربه يبقى كويس. خلاص اهو تمام، عرفته بقى بيقفل ازاي، بيفتح ازاي، جامد يا شيخ. خلاص قفلته، بحط ايدي على ايه؟ على النقط. والنقط عندي طريقتين، زي ما انا واقف كده مثلا، اسهل حاجه عندي اجيله كده على طول. طب اعرفها ازاي؟ برده كل حاجه ليها علامه. ادي الصابع ده اهو، الصابع الكبير ده اهو، السم ده اهو، بمشي معاه الاقي في تنتو يوصلني العظمه، مش كده ولا ايه؟ ريدي اسبوع. وبعدين ما وصلت العظمه هنا، لو الاقي هنا حته طريه اهي في بحر كده، وبعدين في تندو، ما بين التندل وما بين العظمه ده حته طريه، احط ايه؟ تبس. بعضكم الخطا بتاعي يكون رب دوافه مثلا ما يعرفش يوصل للشغل كويس، او بعضكم يعمل ازاي يا ولاد يعمل لي كده خطا. انا قلت لك التبس، التبس بتاعت الايه؟ الصوابع، لان اكتر حته حساسه. امشي صح، قص ضوافرك مظبوط هتوصل صح اهو كده. اجي هنا على طول هتجد الايه؟ كل واحد يجرب في نفسه كده، كل واحد يجرب في نفسه، يمشي صح، يمشي صح. زي ما بقول لك روح شارع كذا في عنيزه ولا في بريده واكسر يمين وتمشي نفس الوصفه هتوصل. احنا بقول لكم الصابع تعالى كده مع التندل تلاقي عظمه، وصلت للعظمه بص لها كده تلاقي في تندل، ما بين التندل والعظمه تلاقي حته طريه طريه كده اهو سوفت، حط ايدك فيها دور بالراحه خالص. خلي التبس بتاعتك حساسه، هتلاقي الايه؟ هتلاقي الشريان. اضغط شويه اجمد شويه هتحس الشريان اكتر. خلاص انا حسيت الشريان مستريح كده اوكي. لو مش مستريح اعمل كده، دي طريقة تانية. ايه الطريقة التانية دي؟ ده الدراع اهو مسكته كده اهو. خلاص يا ولاد؟ وبعدين لفيت برضه نفس، وانا مغمض اجي كده العظمة وبعدين التندل، ما بين التندل والعظمة احط ده اوصل لها. طيب حاولوا تجربوا كده وكده؟ طيب كده. انا شفت انا عملت ازاي دلوقتي؟ محدش يقلب. اهي تاني. ودي طريق هذا اهو، طريقة الصبع الكبير، شارع الصبع الكبير. بمشي كده وصلت ده التندل ما بينه. ده طريقه وصلت لها بممتاز. الطريقه الثانيه امسك دراع المريض ايده اهي وانا مغمض كده اهو، خلاص صبع كبير ماليش دعوه الصمت، وبعدين ابقى بالتبس برضه اوصل لعظمه ثانيه هي اللي هتدلني. اجي بقى شمال العظمه كده لا ترى ليه، خلاص اوصل. ولو انت بالليل حتى هتشوف النقطه. كل واحد يجرب في نفسه كده يمشي صح زي ما انا قلت، او يجرب في زميله احسن. جرب في زميله احسن، لا انت جرب في زميلك احسن. سهلة ولا صعبة؟
شو انا عامل ازاي؟ ما حدش يقول لي كده ولا مش كده، اعمل مع زميلك، اعمل مع زميلك، اعمل مع زميلك احسن. حد جرب؟ جرب مع زميلك ما تعملش على نفسك. خلاص؟ طيب عشان بس الوقت، عشان الوقت. يبقى انا كده هقول مثلا انا اهو. بس يا اولاد خلينا تاني بقى بجربوها، اعملوا تريننج تاني. يبقى انا اهي خلاص قفلت الفالف كده على النبض بالطريقه الثانيه. انا عندي طريقتين ايهم اريح؟ مش لو انا جيت كده هتبقى الثانيه اسهل لي، لو جيت كده دي اسهل لي. افتح الفالف واتاكد انه على الصفر، وبعدين انا احط ايدي على النبض اهو زي ما انا علمتكم، وبعدين هبص على الايه واضغط بالراحه سلولي كده، سلولي سلولي. الراجل ده اختفى مثلا تقريبا 120، خلاص بنزل بسرعه للصفر. بستنى شويه، بستنى حوالي دقيقه. ليه؟ لانك بترفع على طول بيعمل كونديشن في الدراع، بيعمل احتكام يغير لك النتيجه. الناس يا ولاد العلماء اكيوريت في كل حاجه، يقول لك ضغطك كسب ضغطك 100% هو كده. مفيش حاجه اسمها كده قيس مره ومرتين ثلاثه اللي ضغط، لازم انتظر دقيقه. طيب انا عرفت الراجل ده تقريبا كام؟ ضغطه كام الاسكان اللي هو السيستول 120. يبقى ارفع عني كام بقى؟ 150 خلاص. وما احطش ايدي هنا بقى خلاص، هحط السماعه لان الطريقه الثانيه بتاعت الايه؟ الاسكالتيشن. طيب تحط البل ده ولا الديافرام؟ الاثنين صح. كتاب بيتس وده كتاب محترم امريكي قال لك حط دي اكيوريت. على اي حال لما يكون الضغط منخفض او انت مش سامع اسمع بدي، بس دي عايزه دقه، ده عايزه دقه يا ولاد. ازاي بقى؟ عايزه تتحط كده يا دوبك تاتش، يا دوبك تاتش، هو وتسمع الحته ضيقه خلاص، بس تسمع اكل. لما دي تحطها عادي خلاص على السكين وتسمع حته واسعه يعني حواليها، لو الشريان جاي كده جاي يمين جاي شمال اسمع. هذا الفرق اللي بقول لك. اغلب الدكاتره لو شفتهم بيسمعوا كده، بعض الدكاتره الاستشاريين يسمع بدي خلاص، ما في مشكله بالنسبه لك انت كطالب، مش ما فيش مشكله. طيب انا قلت لكم هذا عامل المريض وده جهاز ظبطناه وظبطنا كل حاجه. اجى الدكتور، الدكتور لازم يلبس السماعه صح. البس السماعه صح ازاي؟ الاتجاه بتاع السماعه يكون ايه يا اولاد؟ ايه البيسز دي قدام يعني كده. ايه الدليل ان هي صح؟ انه مش سامع حاجه، اما البسها كده خلاص مش سامع. لو انت سامع، لو ركبتها غلط كده سامع اللي حواليك يبقى مش صح. تاكد بص لها تاني ما تتلخبطش، خليك واثق من نفسك، ما فيش فيها اي مشكله خلاص، ما فيش. بلبس السماعه صح خلاص الصوت. اتاكد كمان لان هسمع بدي فخبط عليه. افرض عايز اسمع بدي الفها، خبط هنا تلاقي الصوت ضعف. واضح يا اولاد؟ يبقى انا عايز اسمع بدي الفها كده خلاص، يبقى انا كده مظبوط جاهز كده. تمام يا شباب؟ طيب نحط السماعه فين؟ خلي بالكم ملحوظه دلوقتي، دراع المريض يا اولاد، المريض شايله ولا مستريح؟ مستريح. مهم جدا، لانه لو شايله عمل ماسكرو اكسرسايز، والماسكرو اكسرسايز اثر في النتيجه. شفت الدقه لدرجه ايه؟ طيب بحط السماعة، بحط السماعة فين؟ في الحتة دي اللي احنا قلناها ايه ما بين السكين دي تقريبا، هنا كده في الكيوبيتال الفوسة ناحية الميديال ارك، لأن الشريان جنب الميديال ارك صح ولا لا؟ هل الشريان جاي كده ولا كده ولا كده؟ كده ميديال. شفت الصورة في الأناتومي؟ كده جاي كده. ها ميديال تو ذا بايسبس، العضلة دي اسمها بايسبس، هو ميديال ليه. فأنا أحط السماعة المكان الصح هنا كده خلاص. صدقونا والله الأخطاء البسيطة ديت ممكن واحد دي ما يسمعش ضغط خالص، ما شوت خرفشه كده، ولا في ضغط كذا وكذا ضغط، خاصه في واحد في الشغل، واحد مغمى عليه مش سامع انت حاجه خالص، ولازم تبقى دقيق عشان تمشي صح. طيب انا احط السماعه اهي، الحته رايح لدراعك خالص، حطيتها. طيب وبعدين هرفع ضغط الكام يا شباب؟ 150 على طول، ارفع على 150، ما في داعي ان انا ابدا سلولي كده. رفعت 150 هنزل بسلولي كده اهو. ظهر الصوت عند 115 اختفى عن 8. فبقول له الراجل ده كراته كام؟ 115 8. هذا كراته. طب لو عايز تقيس ثاني انتظر ايه؟ عايز اقيس ثاني انتظر كمان ده، وهكذا عشان اجيب ثلاث كرات اجيب المتوسط، ما في مشكله. طبعا اول مره يجي لك المريض هتقيس فين؟ يمين وشمال. ليه؟ غالبا بيبقى اليمين اكثر كان يا ولاد حوالي 5 ملم او 10 ملم. اغلب في اليمين الناس اللي هو رايت هاند. الحاجة اللي فيها مصر
المسل بلك بزود القراءة شوية. المسل بلك تبقى أكثر شوية، فعشان كده ممكن تبقى أكثر شوية في الناحية اللي الناحية على أي حال اللي المريض بعد كده بيثبت على القراءة الأعلى. يعني مثلا هو أعلى في اليمين، إذا أنا ماشي معاه اليمين أعلى. بعد كده. خلاص يا ماشي معاه. طيب. حتة تانية برضه في الضغط تتسأل متى تقيس المريض؟ هو واقف ولا هو قاعد ولا هو نايم؟ أحسن. الإجابة أحسن وضع للمريض هو سيتنج أو سوباين يعني نايم، دي أحسن وضع. متى يقيسه هو واقف؟ في الحالات الآتية: في المرضى اللي بياخدوا علاج للضغط أو في مرضى السكر. كلمة واحدة بس، ليه المرض؟ لأنه بعض علاجات الضغط ومرض السكر بيعملوا حاجة اسمها الإيه؟ بوتشرال هايبوتنشن. إيه معنى البوتشرال هايبوتنشن؟ يعني بيأثروا على الألفا 1 الفتوح. بعض الدواء الضغط زي البرازوسين، فاكرينه البرازوسين؟ الفا بلوكر. عشان اشوف المريض هيقولك يا دكتور والله انا لما باجي اقف كده بدوخ. فعشان اشخص له الحاله دي بقيس له الضغط وهو قاعد، وبعدين يقف وانتظر شويه، وبعدين اقيس له الضغط مره ثانيه. لو كان الفرق 10 الى 20 مليمتر مركوري، 20 في السيستول و10 في الديستول، بقول للراجل ده عنده ايه؟ حاجه اسمها بوتشرال هايبوتنشن. خلاص يا اولاد؟ اعتقد كده في الضغط كفايه جدا لو اتبعت التعليمات. انت الاستيشن عندك 5 مان، مش هتسير نص الاسئله ولا ربعها. اهم حاجه البرفورمانس، التكنيك والاداء الصح. اي دكتور بيمتحن الطالب ببص للحاجات دي، حط الجهاز الضغط ازاي، لبس السماعه ازاي، حط السماعه فين، الكف دي عاملها قدام ولا ورا. خلاص وقت ماشي صح، حتى لو قراءه خطا ما مشكله، طالما انت ماشي صح هتوصل. يمكن انت متلخبط عشان ظروف الامتحان ما في مشكله، لكن طالما ماشي صح هتقيس صح. خلاص يا اولاد؟ طيب نيجي على المهاره الثانيه بسرعه، اللي هي مهاره النبض. احنا قلناه النبض اهم مكان بقيس فيه هو الراديال بالس. الراديال بالس انا قلته وهقول كمان مره، عندي طريقتين. اما الطريقه ديت على طول امسك دراع المريض اهو، هو كده اليمين وانا اليمين اهو، كان بسلم عليه، وبعدين ببدا كده بجيب العظمه ده بالتبس العظمه، وبعدين بنزل على طول. لا تلاقي حاجه بس على طول، تلاقي كل واحد يجرب بقى في زميله كده على طول ده. كل واحد يجرب في زميله كده العظمه بالتبس، بعدين يمشي حاجه بسيطه، يمشي كده مش ماشي تنطيط، لا ماشي زحف سلولي كده، يلاقي ايه؟ يلاقي الشريان، ما يمشيش كتير. بعضكم متلخبط يقول على التندون ارتري، لا صح؟ بعضكم يقول على التندون، يا اولاد هو ده الشريان، يقول لك الشريان ما بنبضش، لا مش هو ده. واضح يا عم؟ لا انا ايوه طبعا، معلش لانه الناس الكبار في السن بيبقى الشريان بتاعهم زي التندون ده بالظبط، يكون عندهم اسيروسكلوروزس. وبمناسبه الاسيروسكلوروزس، ان انت عشان تعرف جدار الشريان طري ولا ناشف، اسيروسكلوروزس يعني تيبس في جدار الشريان، واضغط على الشريان جامد. اذا ما حسيتوش زي هنا زي معانا الاخ، يبقى الشريان سليم، لانه الجدار بتاعه المفروض يبقى الاستيك. اتك عليه ما تلاقيش حاجه. لو اتكيت عليه خالص كده على العظمه لقيته ناشف، يبقى عنده ايه؟ هذا الكونديشن بتاع ده. لو اتسالت ايه الكونديشن بتاعت الاول يا ابني تعرفها ازاي؟ اقول له اضغط عليه جامد. لو مش حاسه خلاص، لو حاسه زي الكورد زي التندون ده، يبقى عنده نشفان، عنده الشريان بتاعه ناشف، يعني في تصلب في ناس كبار السن. خلاص يا اولاد؟ طبعا خلي بالكم معايا، القواعد بتاعت البالبيشن بتاعت اي بارس هي الاتيه: نمره واحد ان يكون الشريان سوبرفيشال. يكون الشريان ايه يا اولاد؟ سوبرفيشال، يعني يكون سطحي. نمره اثنين تضغطوا على عظمه. نمره ثلاثه المفصل اللي جنبه يكون سلايتلي فليكس. طبق الكلام ده على الكلام ده كده. نمره واحد هذا هو، هذا الشريان سوبرفيشال ظاهر اهو، ما دورتش عليه هو مختفي هنا مش هعرفه. ما دورتش على شريان جوه ما اعرفش، لازم يكون سوبرفيشال ظاهر لي بره. انتوا عارفين الفينز هي اللي سوبرفيشال. اجزاء من الكورس بتاع الشريان بعضها يجي سوبرفيشال اللي انا بدور عليه. خلاص؟ دي نمره واحد. نمرة اثنين ان يكون على عظمه، ما يصحش اضغط الشريان على لحم على فليش، هيختفي مني مش عارف احسه. يبقى ده العظمه اهي. عشان كده لازم تتسال ايه يا ابني العظمه ديت؟ او الريدياس بول، والشريان ده اسمه ايه؟ الريديال ارتري. لازم هنا ايه البريكر، هنا الهيومرس، لازم تعرف تحت في الدرسن بتاع الفوت برضو على عظم بتاع العظم بتاع الفوت نفسه ولها علامه. كل علامه، هذا العلامه بتاعته هنا، هذا العظمه وهذا التندون. خلاص يا اولاد؟ هذه العلامات اللي بتمشي عليها. نمره اثنين البالبيشن بيكون بالتيبس، احسن بالبيشن بالتيبس بتاعت الفينجر بتاعتك انت، اما يكون قص الضوافر كويس او بالصم، بس بالصم لو كان الشريان جوه شويه زي الكاروتين او زي الهيومرس، لو كان مختفي جوه شويه
ممكن تجي له بالتنس برضو عادي ينتظر ممتازة حساسة جدا أو ممكن بالإيه؟ بالصم بالصم ده ينفع في حاجتين الكاروتيد أرتري والإيه أولاد؟ وين بريكا نطبق الكلام ده بقى كده على الكلام ده احنا قلنا ده الريد ده بالمناسبة الريد طبعا هيسألك بقى إيه الريد؟ هتعد ازاي انتوا عارفين العدد؟ 60 شغل الساعة مثلا بعيد فيه المفروض 60 سنة افرض ما عنديش وقت هو قال لك خلاص كفاية يا ابني مثلا احنا وصلنا 30 سنة تضرب في اثنين طالما البلس ايه؟ ريجولار لكن لو ما كانش ريجولار اقول له يا دكتور لا معلش البلس بتاع المريض ايريجولار غير منتظم فلازم اعد ايه؟ توتي لانه مش منتظم لانه شوية يزيد وشوية يقع فانا ازاي احكم ان هو عيد في ربع دي ما ينفعش خلاص يا ولد؟ طيب ده اهم حاجه عندك من ناحيه الايه وكل الاكونت على ريدي بلس تكريم بعض الدكاتره بقى لما لك واتش شاطر يسالك طيب شوف لي الكاروتيد ارت شوف لي يا اولاد الكاروتيد ارت باجي للكاروتيد ارت برضه بمنتهى البساطه ليا علامات زي اي حاجه في الدنيا لها علامه ايه العلامه بتاعتي والله باجي في خط النص المريض بيعمل اكستنشن شويه للنك بتاعه وبعدين بمشي كالاتي برضه بالصمبا قلنا بالصمبا احسن ممكن بالتنس نعم هنعمل بالطريقه طب ممكن توقف اصلا هذا هو اتوقف في خط النص هنعمل مثلا بالتبس التبس اجي ورا احسن ممكن اعمله كده طبعا انا راجل يعني انا دكتور مثلا بكشف كتير فعارف لكن هنعمل الطريقه الصح هنيجي من ورا من غير ما اشوف لانها بالباتوري مس بالباتوري يعني بالبالبيشن مش مهم تشوف لكن الانسبكشن المناظره بشوف بعيني اهو هذا المريض بيثبت في النص باجي هنا ايه انا ماشي خط النص اول كوبري قبلك سيب صح يا ولد ثاني كوبري صغير كده بتاع عنيزه سيب قصاده على طول تخش يمين او شمال لان هم اثنين كانوا تدعوا اقولها ثاني يبقى المريض كده اهو لا اما على زمنك احسن يبقى انا اول كوبري عالي لا عند الثاني كوبري تقريبا هي الحوادان بس المريض يتني راسه شويه كده ما يكونش اكستندد عشان لانه لو راسي اكستندد العضلات دي هتتشد والشريان ديب للعضلات هيختفي منك طيب اذا انت عرفت العلامه خلاص كده اهو واحد كبر الثاني خشيت ايه يمين اخش كده على طول وان من ورا على طول في وشك على طول زي ما بقول عندنا في مصر مش في وشك على طول هتلاقي الشريان دي طريقه الطريقه الثانيه برضه اهي وريها لكم ثاني هذا اول كوبري ثاني كوبري على طول اكسر شمال اتنرسك شويه عشان تخفي العضلات اخش ورا على طول هلاقي الشريان بيبقى تحت ده. طب ايه العلامه بتاعته العضله؟ عضله اسمها ستيرنوماستويد. ماستويد بروسيس العضله اللي واصله دي اعرفها ازاي لو بصيت من الناحيه الثانيه؟ عضله انا ديب ليها يا اولاد فانا عشان اجيبها ثاني كده ديب ليها جوه. خلاص؟ طبعا ما عملش الناحيتين في ناحيه واحده. ما عملش الناحيتين في وقت واحد. بعمل ليه؟ انا ممكن الضغط بتاعي يسد الشريان. ده اللي بوصل المخ دم فلو عملت الناحيتين هنا وهنا ممكن يمنع الدم على المريض ويحصل له مشكله دي طريقه خلاص يا ولاد طب الطريقه الثانيه اهي بصوا معايا برضه نفس الكلام العلامه بتاعتها ده الكوبري الكوبري واكسر يمين واخش كده بس سهله خالص شفتوا عامله ازاي بقى وتحس الصم فعلا هنا ادق الصم هنا ادق واسهل اهو جربوا كده لا على زميلك اهو كوبري كوبري الثاني كده طب الناحيه الثانيه اهي كوبري كوبري الثاني كده جربوها كده شوفوها سهله ولا ايه؟ انت حاسس بينا دلوقتي؟ انت اكثر واحده تستفاد ايه ده انا مره خلاص يا ولاد؟ جربته كده بسهوله؟ اوضح شيء نعم ما طبعا ده ايه لا بس انت لو مشيت هنا هتحس كويس بقى امشي زي ما احنا قلنا وثبت ايه الاخطاء اللي بتحصل هنا مثلا؟ لا المريض عمل راسه كده لورا جامد عمل اكستنشن فالعضله مغطيه الشريان او تاني راسه جامد انت مش عارف توصل او جاي بيمين او شمال العضله بتنقبض لازم تمشي صح المريض كده اهو في وضع الاعتدال كده والراس بتاعته ولا هي اكستندد ولا هي فلكس ميد واي ما بين الاثنين العضله مريحه طالما العضله وقاعده في الطب يا ولاد دايما في الفحص عايز تفحص حاجه عميقه ريح اللي فوق عايز تفحص حاجه جوه ريح مين اللي مغطيها عضله ريح العضله طب العضله بتستريح ازاي لا طبعا انت بتدرس اناتوم وتعرف في ريلاكسيشن معاك خلاص يا عم طيب هذا الشريان ده مهم جدا نيجي للمقصد بس وريني بقى القدم نيجي للقدم مهم جدا ليه مهم يا اولاد عشان مرضى السكر عشان مرضى السكر والمرضى اللي عندهم تصلب في الشرج
بكون الشريان عندهم مسدد من الكوليسترول والدهون. فعشان كده مهمه جدا ان انت في مريض السكر تتعلمها من دلوقتي. اول حاجه تفحصها قدم، لانه يعني والعياذ بالله كثير منهم يفقد رجله مش قدمه بس. من ايه؟ من الاسكيميا. الاسكيميا ليه؟ نتيجه نقص الدم. ليه نقص الدم؟ لانه في زياده في الدهون. نمره 2 ضعف المناعه. نمره 3 عدم الاحساس، عنده ما بيحسش برجله. 3 اسباب: يخبط في حاجه تضيع رجله على طول. فعشان كده الدكتور الشاطر كل ما يفحص مريض السكر يفحص ايه؟ رجليه. يبدا بيقول لك بيجن وذ ذا فوت، ابدا برجله، ما تبداش تسيبك من اللي فوق مش هيجرالهم حاجه، عشان ما تنساهاش. لانه ممكن لما تعرف ان النبض هنا مش موجود تلحق تديله علاج، تديله حاجه توسع الشرايين، نعمل له عمليه بدل ما يفقد رجله نلحقها. فهمت بقى ولا؟ فعشان كده الدكاتره الكلينيشن يهمه جدا شرايين الرجل. نفحصها ازاي؟ حط رجليك هنا. طبعا وضعه ان انا المفروض ما يكونش واقف كده، المفروض نايم. والقواعد اللي احنا بنتبعها ان المفصل ولا هو فليكسد ولا هو اكستندد عشان اريح التندر. وعندي علامات نفس الكلام اللي احنا متابعينه في البالس. ايه العلامات؟ اهو العلامه بتاعتي، ادي الصبع الكبير برضه. خلاص؟ اتنج ليك من الخلف كده، اكستنشن كده. عمل كده يا ولاد اهو، يبقى في علامه، في تندن ظاهره. خلاص؟ دي العلامه بتاعتي اللي انا همشي عليها. باجي لاترال ليه؟ لا ترى اللي في الدورسم بتاع الفوت، انا حطيت ايدي سبحان الله على الشريان على طول اهو. يبقى ده العلامه اهي، لا ترى اللي في الدورسم بتاع الفوت في الحته دي. ما بيجيش هنا كده، بعضكم يجي هنا كده بدري، لا لسه مش هنا، بيختفي الشريان. او يجي هنا كده فوق برضه، من كمال اول في النص ما بين هنا وما بين هنا، لا الحته دي. شو اسمه المنطقة دي؟ ده اسمه ايه؟ دورسالس. دورسالس يعني الدرس. بيتس يعني بتاع الرجل. ارتل يعني الشمال. على طول ده مهم جدا. وجدته بدون تحمد ربنا. اللي في نبض معنى كده ان الدم وصل للقدم. ما فيش داعي بقى تشوف البوبلوتيل ولا الحاجات التانية. طالما ده شغال خلاص. لسه هنشوف التاني. في شريان تاني هو ايه يا ولاد؟ بوستيريور تيبيال. بوستيريور تيبيال. بوستيريور تيبيال بشوف نفس الكلام. برضه المفصل ولا هو اكستندد ولا هو فليكس. ميد واي ما بين الاثنين. المريض طبعا ما بيكونش واقف، احنا بنعمل استثناء عشانكم بس الشغل، لكن بيكون مستريح القدم بتاعه، ولا هو كده ولا هو كده. ميد واي ما بين الاثنين. وبعدين عند العلامه بتاعتي ايه الاشاره بتاعتي؟ الميديال مانيولس. ميديال مانيولس بدخل ايديا تحتها تيبس برضه. 1 إلى 2 سم. بيلو اند بيهايند. بيلو اند ايه يا شباب؟ بيهايند. يعني تحت وخلف. يعني انت منزل 2 سم كده و2 سم كده، الخط بتاعي بيبقى كده، يبقى انا هدور في الحته دي. انا بقول 2 سم تحت، ايوه 2 سم خلف. يعني المحصله بتاعتهم هتبقى خط كده، مش كده يا ولاد؟ في النص ما بين الخط اللي تحت والخط اللي في الخلف، يبقى كده. هدور في الحته دي كده. انا وجدت طبعا. هتقابلك مشكله فين؟ هتقابلك مشكله في الناس الاوبيز، وهتقابلك مشكله في الناس اللي رجلهم مورمه، اللي عنده فشل في القلب، واللي عنده اديمه. بس واضح البس حسن انك حسيت كده؟ واضح يا ولاد؟ يمكن ده اهم حاجه في الباس، طريقه الاحساس، تكنيك. الدكاتره الكلينيشن اللي يهمه ان انت بتعمل صح وماشي صح، حتى لو ما جاتش الشريان هنا، لانه في 10% 20% من المرضى عندهم ابنورماليتي. الدرسال اسبيتي جاي كده او مختفي خالص او جاي في حته ثانيه، بس انت ماشي صح. والدكتور حس ان انت ماشي، لك علامات يعني، مش دور كده. بعضكم بقى يقعد يدور لي كده، دور لي كده، ما ينفعش. ومش عارف حاجه. ده مش طبيب اصلا ولا نيرس حتى، ما يصنع. طالما بتدور لي هنا على الدورسال سبيتس ارتري، يبقى انت ما تعرفش حاجه خالص. او البوستيريور تيبر تروح تدور لي هنا، يبقى انت ما عندكش فكره. لا انا عندي علاقه حاجه امشي عليها، زي ما واحد بيوصف لك الشارع الفلاني، ايوه امشي كذا وروح كذا، خلاص هتوصل. واضح يا ولاد؟ طيب اتفضل يا استاذ. نعم اتفضل. الايه؟ كاروتيد ساينس. كاروتيد ساينس دي حاجه جزء من الكاروتيد ارت، في ريسبتور علشان يشعر بالضغط ويشعر بالغازات والحاجات دي، مالكش دعوه بيها انت خالص. عشان كده احنا بنقول لك ما تضغطش الاثنين مع بعض، لانه ممكن يعمل لي ريفلكس. السلام عليكم. هيا محمد، انا جاي اهو على طول. حاضر حاضر جاي حاضر. خمس دقايق وجاي. دكتور احمد هيكمل لكم معاكم ان شاء الله. انا عايز اقول لكم على ايه دلوقتي. احنا اخذنا البلس واخذنا البلد بريشر. حد عنده اي استفسار فيه؟ انا بكلمكم على التكنيك او الحاجات المهمه عملا.
كطبيب انا عندي عياده بمارس فبعرفك هي الخطا اللي انت بتعمل. نعم دكتور، بس بسال عن سؤال اختبار بكره وانا اسوي الخطوات اشرح ايش ولا اسوي لا اشرح شرح دكتور عشان الدكتور يحس ان انت وتشجع نفسك يعني اتكلم كل ما اسوي اتكلم وانا بعمل كذا الا لازم طلب منك قال لك لما تتكلمش خلاص دكتور ما يقولكش ما تتكلمش الا الدكتور اللي فاهم قوي انا هو قاعد بشوفك كده بتعمل ايه مثلا على سبيل المثال وقفت على يمين المريض ولا شماله مثلا دفيت ايدك كده ولا ما دفيتش حطيت الجهاز دفيته ازاي عملت الفالف ازاي عنده حاجات معينه تكنيك كده بشوفك ماشي عليه صح ولا بس خلاص بعد الدكاتره هم عندنا الاكاديمي ممكن يقول لك لا قول لي كذا وتتكلم معاه خلاص حد عنده اي سؤال مكتوب في التشيك ليست السكند انتروسيس مو الاول نعم نعم هو الفيرست نعم الفيرست هو الفيرست مش الفيرست الفيرست او السكند في فيريشن نعم شوف ما يحتاج كلافس لا ما يحتاج كلافس ما يحتاج لكن الانجكشن لازم تلبس كلافس ليه عشان ممكن يعمل دمج ممكن يحصل ايه التمبريشر ولا طبعا دي سهله ما فيهاش حاجه اعتقد خلاص نيجي للانجكشن اقول لكم الحاجات اللي دكتور سؤال بس نعم اتفضل التمبريشر ايش الاجهزه اللي الاجهزه في الترمومتر اللي هو العدد الزئبقي والترمومتر الالكتروني اللي هو بتاع الجزء الموضوع طب تعال الاذن تنزل الاذن ولا ترفعها؟ ترفع الاسم ما اخذنا عين اخذنا بس الزئبق طيب انا ننزل لكم الزئبق بس ماشي طيب دكتور وش الاكيوريت بالريكتال ولا التمبانيك اللي هي بيقيس الكور تمبريتشر هي حراره الجسم اكثر من الريكتال نعم اكثر حاجه اكيوريت مو اكيوريت نعم 8 من 10 دكتور مو اكيوريت ريدنج لينفانت نعم في الريكتال في الانفنت الريكتال في الادل التمبانيك تمبانيك طب للبلس دكتور وش الاكيوريت الانفنت الريديا لا في اي بلس هو الريديا اي بلس عشان يتعلق عليه الريت والريزم والحاجات دي كلها هو الريديا خلاص كل الفئات العمريه نعم نيجي بقى لموضوع الانجكشن الانجكشن انا هقول لكم حاجتين بس او الحاجات اللي ممكن تختاروا فيها انترا ماسكر ولا انترا بلس حد ما سرنج هنا ولا حاجه طيب الانتراماسكولار اللي انا يعني اللي انتم تلاحظوه طبعا انا بقف على يمين المريض ده الكلام اللي هو الخمس ست خطوات دول تقولهم ان انا بحيي المريض وبعرفه بنفسه وبعمله بتاكد من الحقن ان هي انتراماسكولار وان ميعادها كويس مش اكسباير ولا حاجه وانها ماشي وانها هي حقنه المريض نفسه وميعادها الكلام ده عادي وبعدين بحضر الحقنه بحضرها اذا كان لها سولفنت بجيب السولفنت بسحبه واذا كانت السولفنت دي فايل زي دي كده لازم اطهرها صح ولا مش صح ما ادخلش الابره كده عشان ما تاخدش الميكروبات من جوه تخش بسحبها كده وبسحب وبعدين بدور بحط في البودره وبدور وجهز خلاص انا جهزت الحقنه بتاعتي برجع على المريض طب اذا كان احسن مكان هو البطق في الانجكشن ببص اقسمه ايه 4 ارباع مش كده ولا ايه بالنظر الحاجه بقى اللي انتوا بعضكم بيخطئ فيها ان عند الباتوك ليس مستقيم كده ده في ميل صح ولا مش صح انت قلت الزاويه 90 صح 90 على الايه على الميل على كده مش 90 كده اللي بعضكم بيخطئ يعمل لي ايه مثلا يقول لك الزاويه تسوي اقسمها كده يجي يعمل 90 كده ولا لا خطا